تحية كبيرة لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعوا حلقة اليوم من شوبز. رح نطلع سوا على أبرز الأخبار الفنية المحلية والعالمية بحلقتنا لليوم، ومثل العادة بنبدأ بالعناوين. فضل شاكر بيعود للساحة. مين هي الممثلة يلي رح تأدي دور وندر وومن؟ عمر الشريف خضع لعملية جراحية. شو هي الجائزة يلي رح تمنح للمغنية جينيفر لوبيز؟ شو قال النجوم على السجادة الحمراء بدبي؟ شو بتبلغ ثروة الممثلة ساندرا بولوك يلي جمعتها خلال مسيرتها الفنية؟ عائشة التركية ظهرت مع حبيبها الجديد. وإيرادات الأفلام بمصر بتتحكم فيها الأوضاع السياسية. ما زال الإقبال على دور العرض السينمائي بمصر عم بيعيش حالة تذبذب بسبب الوضع السياسي بالبلد، واللي عم بيأثر على حجم نجاح الأفلام ومدى تحقيق الإيرادات، وهي هي المراتب الأولى بالأسبوع الماضي. ما زال الإقبال على دور العرض السينمائي في حالة تذبذب، حيث تلقي الأحداث السياسية في مصر ظلالها على حجم نجاح الأفلام ومدى تحقيقها للإيرادات التي تساهم في استمرار صناعة السينما. وكانت نتيجة إيرادات الشباك هذا الأسبوع على النحو التالي: في المركز الرابع فيلم 8% من بطولة مي كساب وأوكا أورتيجا، وبلغت إيراداته منذ عرضه وحتى الآن 3 مليون جنيه فقط. يا سلاتي نعيم، اهدى 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 يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت. انا واوكا اورتيجا هنتجوز ازعرينا. ايه بتيه فنون يا فنون. يلا باي. الحانة اوكا عمالة خبط على اورتيجا وشكله اغمى عليه زي المرة اللي فاتت. دي وزة يا عناي، شكلك كان بيزغطك بقى. أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم القشاش، والذي بلغت إيراداته 4,900,000 جنيه، وهو من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج إسماعيل فاروق. رجالة ما تجيش غير في السك، ترفع السكين على واحد من الناس وأهلك. لا حد راح فضل القشاش. أقتلك القشاش. تجا أخ تسند عليه يسلمني اليد عريس الحكومة. يا سيدي خلي بالك منها، اوعى تبعد عنها. وانتي كمان يا روسة اكلي البسبوسة. اصل حنا ومحتاجة ترى في القطر، واحنا راجعين من باكستان. افغانستان افغانستان على العشاق. في المركز الثاني فيلم هاتولي راجل، والذي حقق إيرادات وصلت ل 5,392,000 جنيه، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ويسرى اللوزي وإيمي سمير غانم وكريم فهمي وميرت. الحكاية ابتدت من زمان شوية، في مجموعة من علماء الستات طول عمري كان نفسي أطلع ممثل، اكتشفوا هرمون. ما فيش راجل ما بيحبش الأطفال، ممكن إنه يلغي خلفة الرجال. ملوخية تاكلي صوابع كرة. بدأت الست تحل محل الراجل في المجتمع. موت وقف الرجالة دي بتحب الأفراح عليه، وما بقتش محتاجة الراجل غير في حاجتين اتنين. أمي يلا خدي الحباية دي بقى. لا يا ماما لسه صغيرة، وبعدين مش عايز أعوده على الحاجات دي. تكون التمثيل ده حلو؟ مهنم. تعالي تتكلم، ما فيش حد لمسك قبل كده. أم عيني ميولها تلبس. مشكلة دينا إنها مش فاهمة احتياجاتك يا راجل. يعني عايزة تاخد متعتها مني وتوز فيا أنا بقى خلاص. وما زال في المركز الأول فيلم عش البلبل، والذي استمر في المقدمة على مدى شهرين منذ عرضه في عيد الأضحى الماضي، وبلغت إيراداته 8,988,000 جنيه، وهو من تأليف سيد السبكي ومن إخراج حسام الجهري وبطولة دينا وسعد الصغير ومي سليم وكريم محمود عبد العزيز. انت مين يا عم انت؟ انا الشيطان. يابا تعال نعمل السبكي اللي مش هتضرب تاني من قبلها. لما افهم دخل اهدي ميكي ميكي وسع على برضو يا اهدي ميكي ميكي. اسمعني هقول لك ايه. عمي يا سيدي يا سيدي سيدي. عمي يا سيدي يا سيدي سيدي. يا ارض احرصي عليك. من هي الممثلة اللي اختارها المخرج زاك سنايدر لتأدية دور واندر وومن؟ ومن اختار المخرج وودي آلين لتتسلم عنه جائزة الجولدن جلوب؟ جواب بهالتالي.
أجرى المخرج زاك سنايدر تجربة أداء تمثيلي لغال جيدت من أجل فيلم باتمان vs سوبرمان. ستلعب وندر وومن في الفيلم، وشرح سنايدر أن غال ليست فقط ممثلة مذهلة، بل هي تتمتع أيضاً بسحر خاص يجعلها مناسبة تماماً للدور. ملهمات وودي آلن السابقة وشركته في التمثيل وحبيبته داين كيتن ستستلم عنه جائزة الجولدن جلوب لمدى الحياة. الممثلة البارعة ستحضر لأن وودي لن يحضر الحدث كالعادة. وأخيراً، لا تزال صدمة وفاة بول ووكر مؤثرة على فريق فيلم فاست أند فيوريوس، وقد أكدوا وقف تنفيذ الإنتاج في تصريح رسمي، فقيل التالي: الآن كلنا قد قررنا أن نؤمن الدعم لعائلة بول الحقيقية وعائلة فاست أند فيوريوس. بالتقرير التالي، ذكرى رحيل المخرج اللبناني مارون بغدادي وعودة فضل شاكر للساحة. كيف؟ منتابع سوا. سقط مارون بغدادي في منور درج بناية سماحة في التباريز، كان ذلك قبل 20 عاماً. كتب سيناريو السقوط كثيراً، لكنه بقي متخيلاً. هذه الذكرى سيحييها مجدداً نادي لكل الناس، بعدما كان قد نظم قبل أشهر أيام مارون بغدادي السينمائية في مسرح المدينة. افتتح قصر اليونسكو أبوابه لمحبي السينما اللبناني بالتعاون مع عائلة بغدادي. على مدى 3 أيام عرض فيها صوراً لمارون بغدادي تزيد على تلك التي عرضت في مسرح المدينة، لأن المساحة هنا أكبر، كما قال مدير النادي ناجى الأشقر. هذه الصور جمعها النادي مع العائلة وترسم بورتريات لبغدادي موثقة حياته وأبرز محطاتها، إضافة إلى صور من أفلامه. إلى جانب المعرض، شهد قصر اليونسكو عرض مشاهد من أفلام بغدادي، أهمها بيروت يا بيروت وحروب صغيرة وخارج الحياة وغيرها. أما المفاجأة السارة فهي عرض فيلمه نتابع المسيرة عام 1982، وهذه للمرة الأولى في بيروت بعدما أمضى النادي فترة طويلة في ترميمه ليصبح جاهزاً للعرض. نتابع المسيرة صور خلال فترة حكم اليسر كيس الرئيس اللبناني الأسبق، ويستمد اسمه من خطاب الرئيس اليسر كيس ليحكي عن بيروت خلال الحرب، لكن هذه المرة يسلط الضوء على العاصمة قبل الاجتياح، فيما تجول كاميراته في شوارع المدينة بين غربية وشرقية لتقف على تفاصيل الحياة اليومية لأبنائها. كذلك عرض فيلم مخرج عند حدود الواقع، هذه التظاهرة تعد محطة ضمن برنامج طويل نظمه النادي لإحياء الذكرى 20 لرحيل بغدادي بصورة مثالية، بدءا من التحية التي وجهها إليه الجناح اللبناني خلال مهرجان كان وأيام مارون بغدادي السينمائية، والتحية في مهرجانات بيت الدين وعرض فيلمه حروب صغيرة في مهرجان فيلم العربي في كاتالونيا بإسبانيا، وصولا إلى تظاهرة اليونسكو. أما المواعيد المقبلة فهي تكريمه في مدرسة الليسي الفرنسية اللبنانية الكبرى، يليها تكريم أيضا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأيضا خلال مهرجان دبي السينمائي العام المقبل. رغم غيابه عن الإعلام منذ أحداث عبرة الشهيرة، إلا أن أخبار فضل شاكر لا تزال تتصدر اهتمامات متابعيه، ولا يزال يشكل مادة دسمة للإعلام. الحاج الهارب من وجه العدالة اللبنانية لأنه مطلوب بمذكرة عاد إلى نشاطه على تويتر قبل فترة. أرشد المغني المعتزل المثير للجدل محبيه إلى عنوانه الرسمي على مواقع التواصل، كاشفاً عبر تغريدة له أن الصفحات الأخرى هي مزورة وحسابه الصحيح هو @fadl_shakir. وقد أرفق تغريدته تلك بفيديو قصير مؤكداً أنه لا يملك إلا الحساب الأخير، ولافتاً إلى أنه غير مسؤول عن تصريحات تنتحل اسمه، كما دعا متابعيه إلى الانضمام إلى صفحته ومشاركته نشاطاته، طالباً من وسائل الإعلام التريث في نقل الكلام على لسانه. لا يكثر صاحب يا حياة الروح من تغريداته على حسابه الحقيقي، بل يدرس عباراته جيداً ويطل مرة يومياً تقريباً للإعلان عن نشاطاته، ويكتب أدعية دينية في معظم الأحيان.
لعل ما أعاد أحياء شاكر على تويتر مجددا هي الأخبار التي انتشرت سابقا على إحدى الصفحات التي تحمل اسمه وتهاجم زميليه السابقين عاصي الحلاني ورغب عليمي وتتهمهما بأنهما يدعمان حزب معين في لبنان. ربما لهذه الأسباب خرج شاكر إلى الأضواء مجددا نافيا تلك المعلومات عبر تويتر وداعيا إلى التوقف عن الدجل وفق ما غرد. ويتابع محمد فضل شاكر حساب والده أول بأول ويعد متابعيه بأن والده سيغرد قريبا، لافتا إلى أن الحساب يديره شخص قريب منه لغاية عودة الوالد إليه. من اللافت أن ذلك الحساب على تويتر لم ينطلق حديثاً بل أنشئ في الماضي، لكن التغريدات غابت عنه لفترة وجيزة ومن ثم عادت بشكل سريع ومكثف. لكن التسجيل الجديد الذي نشر قبل 3 أيام على الحساب حمل في طياته أنشودة دينية جديدة لشاكر تحمل اسم ستسألون. لم يفصح فضل عن كاتب النشيد أو مناسبته الذي سجل فيه، وتقول الأنشودة: ستسألون يا مسلمون عن كل قطرة دم، عن كل دمعة أم. الله قد بعنا النفوس ونرجو منه رب البرية أن يدمر حزبكم. شو هي الجائزة اللي راح تمنح للمغنية جينيفر لوبيز؟ وهل انفصلت الممثلة كاري راسل عن زوجها؟ التفاصيل بهالتقرير. جينيفر لوبيز ستعطى جائزة غريس كيلي لأنها تكرس نفسها للأمومة ولأنها مثال يحتذي به النساء. تكريم جيلو سيتم خلال الدورة الثامنة من غداء مارش أوف داينز في فندق بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس. وأخيراً ممثلة ميشن إمبوسيبل 3 كاري راسل انفصلت عن زوجها شين ديري. وفقاً لمصدر لم يناقش الاثنان موضوع الطلاق بعد، ويركزان على جعل الانفصال سلمياً قدر الإمكان من أجل ولديهما. بعد الفاصل، عملية جراحية لعمر الشريف، وهل ما زال فيلم The Hunger Games Catching Fire متصدر المراتب الأولى؟ بريك ومنرجع. عودة مشاهدينا لمتابعة حلقة اليوم من شوبز. خضع الممثل المصري المعتزل عمر الشريف لعملية جراحية بقدمه اليمنى راح تجبره على ملازمة الفراش ببيته بشمال فرنسا لبضعة أيام. وكان الشريف بعاني من آلام بقدمه من فترة طويلة، فبعد انتهاء مهرجان القاهرة السينمائي بالعام 2010 سافر للدولة الأوروبية لإجراء عملية بنفس القدم. احتفلت الفنانة والممثلة المصرية مايكا ساب بعيد ميلادها 32 مع أصدقائها بأحد المطاعم بمصر، حيث فاجأوا كساب بمجرد دخولها المطعم واستقبلوها بعبارة كل سنة وانت طيبة يا مي. وكان أغلبية الحضور من خارج الوسط الفني، بينما حضر عدد قليل من أصدقائها بالوسط ومنهم المخرج المصري إسماعيل فاروق. وبالنهاية شارك الجميع بتقطيع قالب الحلوى وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة. أكد الممثل المصري أدوارد أنه حل بديل عن الممثل المصري أحمد رزق بالمسلسل التلفزيوني الجديد صاحب السعادة للممثل عادل إمام بعد ما اعتذر الممثل أحمد رزق عن الدور. صاحب السعادة من المقرر أنه يعرض برمضان المقبل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وبطولة عادل إمام، محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، لبلبة، نهال عنبر، لطفي لبيب، مدلين مطر، خالد سرحان ومحمد عادل إمام. هل ما زال فيلم The Hunger Games Catching Fire متصدر المرتبة الأولى على شباك التذاكر بأمريكا؟ نكتشف سوا. المرتبة العاشرة شهدت تقدم فيلم Dallas Buyers Club حيث جمع 1.5 مليون دولار. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. That you had abandoned him as a baby. وبقي فيلم فيلومينا في المرتبة التاسعة مع 2.1 مليون دولار. You'd be 50 today. Who is it? Your wife tells me you think you're mildly depressed. Well, I got the sack. I'm unemployed. Yes, but it wasn't your fault, was it? That's why I'm depressed. Bring it up. وتراجع فيلم The Best Man Holiday من المرتبة الرابعة إلى الثامنة مع 2.6 مليون دولار. وصمد فيلم The Book Thief في المرتبة السابعة مع 2.6 مليون دولار. Is that your book?
wasn't always mine. Mama, they're coming. They're checking basements. If anyone saw him, they would take you away from me. And they cannot tell you what they will do to him. If your eyes could speak, what would they say? My name is Gator. وترجع فيلم هوم فرونت إلى المرتبة السادسة بعدما جمع 3.4 مليون دولار. Stay down here. There's a man with a gun trying to get into the house. Maddie, run! Make very bad decisions. David, I don't want a boyfriend who just disappears. وتقدم فيلم Delivery Man إلى المرتبة الخامسة مع 3.7 مليون دولار. Father of 533 children. It is impossible to be the father of four children. How would a normal person handle a situation? Face an enemy. وتراجع فيلم Thor: The Dark World من المرتبة الثالثة إلى الرابعة حيث جمع 4.8 مليون دولار. They come to me for help. If we do nothing, they will destroy us. You even think about betraying him? I'll kill you. That was me. Now, why the hell you want to fire? I just need the money. You're gonna be a good boy and take it. أما فيلم Out of the Furnace فدخل مباشرة في المرتبة الثالثة حاصدا 5.7 مليون دولار. The Lord, forgive me my sin. Forget and forgive. Something's different. وتراجع فيلم The Hunger Games Catching Fire من المرتبة الأولى إلى الثانية مع 26.1 مليون دولار. Hope. You saved us. I know that. I can't go on acting for the cameras and then just ignoring each other in real life. Hang on. I like fast. Whoa. Get your feet down. This is fresh lacquer. Seriously, were you raised in a barn? أما في المرتبة الأولى فتقدم الفيلم الكرتوني فروزن من المرتبة الثانية بعدما حصد 31.6 مليون دولار. حين موعد كل محبين نجوم الأتراك لمتابعة آخر أخبارهم. توقفت ملكة جمال العالم لعام 2002 الممثلة أزرا أكين لسحب المال من أحد صرفات البنوك وكان بانتظارها بائع اليانصيب، ولكن الحبيبة السابقة للممثل التركي كيفان شتاتيتوغ المعروف بالوطن العربي بمهند تعرضت لموقف محرج حيث أن بائع اليانصيب وبخها. وفي التفاصيل أن بائع اليانصيب عرض على أزرا شراء أوراق اليانصيب كلها بعد أن لحق بها إلى سيارتها، لكنها قالت له أنها لا تملك المزيد من المال لشرائها كلها، لذا ستشتري ورقة واحدة فقط. بائع اليانصيب وبخها قائلا: إذا كنت لا تريدين الشراء لا تشتري، لكن ما فعلته عيب جدا، لقد كنت أنتظرك. وقام بائع اليانصيب وضع أوراق اليانصيب في الحقيبة، أما أزرا فتعاملت مع الموضوع ضاحكة واستغربت ما جرى واعتذرت منه قائلة: لقد كنت أريد شراء بطاقة واحدة لأن مالي لا يكفي لشرائها كلها. انفصلت الممثلة التركية عايشة جديم المعروفة بليلى بوادي الذئاب عن حبيبها المغني التركي أورهان أولمز. علاقة جديم بأورهان استمرت حوالي عام، وأعلنت جديم أنه ما زالت تجمعهما صداقة ويلتقيان. بعد الفاصل منستقبل باستوديو المحلل السينمائي أدي أسطى لنحكي عن فيلم فروزن. خليكم معنا. عودة مشاهدينا لمتابعة حلقة اليوم من شوبز. فروزن هو عنوان الفيلم الكرتوني الجديد لشركة ديزني، واللي بيشارك بإعطاء أصوات الشخصيات في مجموعة من الممثلين بذكر منهم كريستن بيل وجوش جاد، وتولى إخراج الفيلم المخرجين كريس باك وجينيفر لي. نتوقف مع مشاهد من الفيلم ومنرجع من بعدها مع المحلل السينمائي أدي أسطى ليخبرنا أكثر عنه. Summer in the city of Arendelle. It couldn't be warmer. It couldn't be sunnier. But that's about to change forever. Arendelle. It's completely frozen. Cold. A real howler in July, yeah? The land's covered in eternal snow. Really?
If we don't do something soon, we'll all freeze to death. You want to talk about a problem? I sell ice for a living. Ooh, that's a rough business to be in right now. I mean, that is really... that's unfortunate. My lady. Whoa, whoa. This is awkward. Not you're awkward, but just because I'm awkward. You're gorgeous. Wait, what? Hi, everyone. I'm Olaf. Hi. You're creepy. Whoa. I don't want whoa, it. Whoa. No. All right, we got off to a bad start. I know how to stop this winter. Yeah. Hang on. I like fast. Whoa, 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 whoa. Get your feet down. This is fresh lacquer. Seriously, were you raised in a barn? Let's go bring back summer! Man, am I out of shape. Wolves. Stop! Whoa. Are you okay? I've got a thick skull. I don't have a skull. Oh, woo! Head rush. So cute. He's like a little baby unicorn. Now we just have to survive this blizzard! That's no blizzard! Sorcery. That's my sister! That would have been nice to know. Heads up! It is not nice to throw snow, people! Whoa, 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 feisty pants. Just let the snowman be. I'm calm. Great. Come on. Olaf, you're melting. Some people are worth melting for. You're just maybe not right this second. Come on, buddy, faster. No! I can't feel my legs! Those are my legs. Oh, hey, do me a favor, grab my butt! Eddie, hi. Hi. كيفك؟ منيح. رح نحكي عن فروزن واليوم كلنا متلجين اصلا بالستوديو. اليوم فروزن. اليوم اسم عم مسمى. على قد ما نقيت لنا الفيلم، رح نحكي عن فيلم كرتون. نعم. رح ينزل قريبا بالصالات السينمائية. هلا اللي شافوه المشاهد اللي شافوهم بخلوا علامة استفهام عن الفيلم، يعني شركة ديزني لما عملت هيدا التريلر اللي شفناه عملته بتصير انت تتسائلي شو القصة. بتشوفي اولاف هيدا السنومان وبتشوفي سفان الرينديير وبتشوفي كذا شخصية، بتقولي وين القصة؟ وفعلا بتقولي وين القصة، لأنه لما تحضري الفيلم رح تتفاجئي إنه القصة غير محل. أوكي. إيه شو بس كان للساسبنس ولا للضياع؟ لا كتير حلو، كتير حلو، طريقة جديدة إذا بدي أقول لك بالإعلام تبع الفيلم بطريقة كتير غريبة. يعني اليوم أنت لما تفوتي تحضري الفيلم رح تتفاجئي. مش عارف شو ناطرك ولا عارف شو القصة. مزبوط، ولا عارف شو مزبوط. ناطرة هالسنومان اللي حبيتيه بهيدا التريلر. بس هيدا سنومان اللي حبيتيه بالتريلر مش رح يوصل غير لتقريبا اول 20-25 دقيقة من الفيلم، يعني بخلوك تتشوقي لتشوفيه لانه هو كاركتر كتير مهضوم. أوكي. كاركتر كتير هيك لذيذ. مش هيك بيخفوا لنا اياه بنص الفيلم يعني؟ لا ما بيخفوا لك اياه نص الفيلم لانه عنده دور معين هو بيبين فيه بعد 20 دقيقة. يعني مش قصدين انه هيدا، هن بيعرفوك على الشخصيات وبتفوتي بكل الشخصيات وبتفاصيلها لتوصلي لأولاف اللي هو كتير كتير مهضوم وانا كتير حبيته. تخيلي سنومان هدفه وحلمه انه شو؟ انه يروح على الصيفية يتشمس. ايه يحلم. يعني تخيلي قديش هو مش موزون يعني. هلا في غنية لإله كمان رح نشوفها نحن والمشاهدين، بس تشوفوا الكاركتر شو مهضوم، فعلا كاركتر كتير مهضوم. ما انت مغروم فيه لها على هالمعدل. ايه ما رح ينسوا. ما رح ينسوا الاولاد، حتى على الفيسبوك بيج تبعولي حطيته، يعني كتير مهضوم، انا كتير حبيته شخصيا. فما رح ينسوا الاولاد، رح نحضرهم غنية بغنيها انه هو بده يروح على السمر، فرح نشوفها سوا ونرجع نحكي بالتفاصيل عن فيلم فروزن. يلا خلينا نشوفها سوا. Oh, I don't know why, but I've always loved the idea of summer and sun and all things hot. Really? I'm guessing you don't have much experience with heat. Nope. But sometimes I like to close my eyes and imagine what it'd be like when summer does come. Bees will buzz, kids will blow dandelion fuzz, and I'll be doing whatever snow does in summer. A drink
in my hand, my snow up against the burning sand, probably getting gorgeously tanned in summer. I'll finally see a summer breeze blow away a winter storm, and find out what happens to solid water when it gets warm. And I can't wait to see what my buddies all think of me. Just imagine how much cooler I'll be in summer. The cold are both so intense, put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay in and cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. When life gets rough, I like to hold on to my dream of relaxing in the summer sun, just letting off steam. Oh, the sky will be blue, and you guys will be there too, when I finally do what frozen things do in summer. I'm gonna tell him. Don't you dare. In summer. ادي يعني من بعد وصفك لسنومان صغير وهضمته، من بعد ما سمعنا كمان هالغنيه عم تشوقنا اكثر واكثر نحضر الموفي، خبرنا عنه بعد. هلا شركه ديزني اللي هي معروفه بافلام الكرتونيه واللي هي حاصله كثير من الجوائز بتاريخها، خاصه لما اجتمعت هي وشركه بيكسار. نعرف انه كان في وولي، كان في راتاتوي، كان في هالافلام اب، كان في كثير من الافلام اللي اخذت جوائز، جوائز اوسكار. لكن بهيدا الفيلم بالذات قررت شركة ديزني تعمل رجعة لورا، يعني قررت ترجع لورا بالزمن وترجع تردلنا الأفلام الكرتونية الموسيقية. يعني إذا بتتذكري لحنا يمكن بيوتي أند بيست أكيد بتتذكريه كفيلم، وفيلم كتير حلو لأنه فيلم بيجمع بين الغناء وبيجمع بين الكرتون وبيجمع بين القصة الحلوة. فهيدا الفيلم بيرجعوا فيه ديزني لورا، صحيح انه مش عم بيرسموهم بايدهم، يعني بعده سي جي اي، يعني بعدهم منفذين على الكمبيوتر، لكن رح تحسي انه الديزني سبيريت القديمه موجوده بقوه بهيدا الفيلم، من خلال الاغاني، من خلال قصه البرنسس، هالمره اثنين برنسس عندنا مش وحده، من خلال العقده تبع البرنسس. القصه بس هيك تنقول للناس إن القصه هي عن اختين، اثنيناتهم اميرات، وحده منهم عندها قدره او عندها مثل لعنه اذا بدي اقول، انه بتحول كل شيء بتمسكه لجليد. يعني إذا انفعلت مع حدا ممكن بالغلط تقتله، لأنه الجليد اللي بيطلع منها بانفعال بيطلع مثل طريقة استلاجميت، إشياء هيك مروسة وهيك، يعني على الانفعال تبعولها. فبمرة هي وصغيرة كانت عم بتلعب أختها، هن أنا وإلسا كانوا عم بيلعبوا مع بعضهم وكتير مبسوطين، هي بتعمل جليد وبصيروا يلعبوا بالصالون بالجليد لأنه هي قادرة تعمل هالشي. فجأة بتشوفها لأختها نطيت، فبتجرب توقفها، بتوقفها بالجليد فبتصيبها براسها. هون بيضطروا أهلها أنه ياخدوها يعملوا لها عملية إمحاء للذاكرة، يعني ما تتذكر هاي الحادثة اللي صارت مع أختها، وبيطلبوا من أختها الكبيرة اللي هي رح تصير ملكة بعدين إنها تروح يعني يعني تقعد كل أيام حياتها لحالها بلا ما تتعاطى مع أختها. هل هي عطول ضلت عطول تجرب تحكيها وتجرب تقلها أنه هلأ عم تتلوش تعالي نلعب سوا وهيك، بس مش خوفا منها، يعني مش لأنه ما بتحبها لأختها، بس خوفا من أنه تأذيها مثل ما أذيتها هي وصغيرة. أوكي. فبيوصل من اليوم من الأيام أنه هالأخت اللي هي إلسا رح تصير ملكة، ووقت يوم تتويجها رح تتلاقى أنها هون في سذاجة شوي بال، يعني هيك في نوع من ال، مش التمسخر بس في هيك نوع من السذاجة عند الأميرة الثانية اللي هي أنا. بنعرف كتير إنه قصص الأمراء وقصص الأميرة بده يجي البرنس يبوسها لتتغير الأمور، هلا رح تجي الأخت تتخلص، هي رح تحب واحد من أول نظرة، ورح تجي عند أختها يوم تتويجها تقلها أنه أنا حبيت هيدا وبدي أتجوزه، فهي رح تنفعل ورح تتحول لشريرة.
يعني الشعب رح يشوفها مثل ساحرة يعني إذا بدي أقول للملكة، فبتنزوي وبتروح لمحل بتعمل أسرة من جليد. الشغلة الثانية بالفيلم، بدل ما يكون البرنس يعني هو الشخص اللي بتحلم فيه البنت لهيدا، البرنس رح يكون شخص كتير بسيط، شخص بيقطع تلج وبيبيعهم لا أكثر ولا أقل. هيدا الترو لوف عند ديزني الجديد، هيدا الإيفوليسيون. عم بردوا الغرام للواقع، بطلوا. نعم، هاي حلوة يعني. ايوه، وهيك رح بتصير القصة. ما خبر تفاصيلها، لأنه إذا بخبر تفاصيلها شوي من شيل هيك الرهجة عند الناس. بس مش غلط كمان نرجع نعيش العالم بالقصص الواقعية شوي أكتر، حتى لو كانت بالكرتون. يعني هي فيري تيل، والفيري تيل أنه تكون لا فيكم غرام مع شخص عادل، لأنه العالم بتعرف بيربوا الولاد. نعم. مع حلم الفيري. نعم. تيل لا، حلو كمان يعرفوا أنه لا فيك تكوني أميرة وتكوني مع شخص عادل، مش غلط. صحيح، هذا اللي موصلينه بس بطريقة كتير. هلأ الأولف اللي حكينا عنه، شو اسمه، ريندير اللي عم نشوفه، فكر حاله كلب يعني، بيتصرف مثل الكلاب يعني، ما بيتصرف مثل كأنه حيوان الرنة بسموه بالعربي. حبيت انه مفكر حاله. ايه، مفكر حاله كلب يعني هيك، وكل همه يسرق له هيدي الجزرة لأولاف. يعني كل همه ياكل جزرة أولاف. فمثل ما عم نشوف هون بالمشاهد ورانا، يعني القصة مهضومة. هلا بدنا نقول انه الفيلن مش موجود بالفيلم، يعني الفيلن الشرير اجمالا بافلام ديزني بتكون في ساحره شريره، بيكون في حدا شرير، هون الشر هو هالموهبه اللي عندها اياها الاميره لتتخلص منها، لتحول اشياء لجليد. ايه، لتحول اشياء لجليد. هي العقده بالفيلم. يعني حنشوف انه ورح يكون في مسج او رساله للاولاد، كل الاولاد اللي عم بيحضروه، انه هالرساله انه كثير مهم واحد انه يجرب يناضل ويجرب يكون قد ما فيه ليربح خيه او اخته، يضلوا حدهم ويضلوا يناضل كرمالهم، لانه هول اغلى شيء عندهم. يعني اذا بدي اقول هاي هي الرساله من وراء الفيلم اللي حبت شركه ديزني تقولها توصلها. كمان بدنا نقول انه البادجت منه قليل تبع الفيلم، يعني اليوم فيلم مثل هيدا مكلف 150 مليون دولار. تتخيلي 150 مليون دولار؟ واو، مش كلمه بتتم. يعني عم نقول على فيلم انيميشن كلف 150 مليون دولار، صار جايب ب 16 نهار الفيلم 190 مليون دولار. كتير منيح، يعني هيدا الرقم كتير منيح. بعدنا ب 16 نهار، بعد ما توزع، بعد ما نزل بكل العالم، بدول عربية منتظرينه ب 19 الشهر مثلا بلبنان، بغير دول كمان منتظرينه بهالقرب، بعتقد ب 19 كل الدول العربية رح ينزل فيهم، ورح يستمتعوا كتير الولاد انه يشوفوه. هلا بدي اقول كمان انه هيدا الفيلم يعني هنو عم بيحضروه الولاد رح ينبسطوا فيه، ورح ينبسطوا الكبار فيه. ليش الكبار فيه؟ لأنه ديزني منا شركة مبارح تأسست، شركة عمرها عشرات السنين، وكل الجينيريشن إن كان أنا ولا أنت ولا كل حتى الكبار حأيام سليبينج بيوتي وهالأفلام كلنا عشنا ديزني. صح. فالكبار رح يعجبهم الفيلم، لأنه رح يرجعوا يحسوا إنه ديزني القديم رجع، والصغار رح يعجبهم الفيلم لأنه رح يشوفوا كثير من الكاركترات وكثير من الأمور الحلوة، ومنفذ بطريقة كثير دقيقة. يعني الديتيل فيه، يعني كل ديتيل فيه رائع. يعني التلج هو عم ينزل بتحس فعلا تلج عم ينزل، الكاركترات كثير مهضومين. أولف يمكن انت ما حسيتيه تحت أنا الهواء. انا قلت لك شوي بشع، كان فيكن احلى من هيك، بس يمكن هضمت رح تكون طاغية على شكله. ايه صحيح، بعدين في تشويق الفيلم، حتى في تشويق يعني كمان في مشاهد شوي هيك تشويق للولاد رح ينبهروا فيها، يعني مش عنيفة بس انه في تشويق، وفي رومانس، في رومانسية، في كوميديا، وفي ادفنتشر مغامرة، وفي كتير من الامور هاللي رح تنال اعجاب كتير من العالم، صغار وكبار. هلا الاغاني بالفيلم فعلا يعني بدي اقول لك انه كثير بمحلهم وكثير حلوين، والبارولات تبعولهم، الليركس تبعولهم، الكلمات كثير حلوين يعني ومعبرين. ويعني هيدا الفيلم بكل بساطه برد شركه ديزني للمرتبة الأولى قدام بيكسار ديزني. يعني بيكسار ديزني هي ديزني لبيكسار وبيكسار لديزني، بس إنه
هالأفلام اللي انعملت قبل ويعني محاولات ديزني إنها ترجع تخلق شو بيقولوا السحر اللي كان موجود عندها بهيدا الفيلم، قدرت خلقته ونجحت فيه لدرجة كتير كبيرة، فرح بيكون فيلم للأوسكارات. أنا متوقع يترشح لجوائز الأوسكار، هيدا رأيي، وأنا إذا بكون كتير مبسوط إذا بياخد جائزة أوسكار هيدا الفيلم أفضل فيلم كرتوني أو أنيميتد موفي. وكمان بدي أقول شغلة، إنه مش بس عملت هيدا الفيلم شركة ديزني، قبل ما تحضر الفيلم هون بدي أطلب من كل اللي عم بيحضرونا إذا قرروا يحضروا أولادهم هيدا الفيلم أو قرروا هن يحضروه، يعني مثلا أنا مثلي بروح أنا بحضره للفيلم، في كتير أشخاص بحبوا هالنوع من الأفلام، يروحوا قبل بوقت، يعني ما يوصلوا مؤخرين ليحضروا الفيلم، لأنه في شورت أنيميتد موفي، يعني فيلم كرتوني قصير عن ميكي ماوس. أوكي. وهيدا الفيلم القصير بفرجينا ميكي ماوس من زمان، وميكي ماوس مع تطور، يعني منحس مع تطور الوقت كيف مع تطور الوقت كيف رح يبين، لأنه رح يطلع من الكادر القديم تبعوله الأسود والأبيض للألوان بطريقة كتير حلوة. يمكن هيدا الفيلم الشورت موفي أجمل شورت موفي لميكي ماوس من حوالي يمكن شي 40 سنة أو 50 أوكي. سنة حتى. فكمان عاملين تحية لميكي ماوس شركة ديزني اللي هو طبيعي هو الكاركتر الأساسي بالشركة والأهم بالشركة بالخمسينات والستينات وأيام ما لحنا كنا أولاد، واللي بعده لليوم بتأمل كمان يعني يكون في أفلام جديدة لميكي ماوس لترد هاللي لحنا عشناه بصغرنا لأولادنا، لأن أولادنا ميكي ماوس صار بعيد شوي عنهم، مش صحيح. مثلنا لحنا كجينيريشن. فهذا اللي بدي أقوله عن فروزن، بعتقد أنه ماست سي، يعني فروزن ماست سي موفي، ماست سي موفي. نعم، لأنه قلت لك في كل شيء ليلاقي إقبال عند العالم، والعالم تروح تحضره بكل دول العالم. نمبر 1 كان بأمريكا، بعد ما فات نمبر 2 ورا The Hunger Games Catching Fire شقل للنمبر 1، يعني قليل أفلام بالبوكس أوفيس تكون نمبر 2 ترجع تطلع نمبر 1 بتاني جمعة، قليل كتير. والفيلم مكمل، وبعتقد أنا بإحصاءاتي الخاصة ما رح يطلع من صالات السينما العالمية قبل ما يكون تقريبا جامع حوالي 550 مليون دولار أو 600 مليون دولار. هيدا رأيي الخاص، طبعا يمكن يجيب أكتر، بس هيدا رأيي الخاص بنظرتي أنا ومتابعتي للسينما. هادي، لكن احنا شوقنا المشاهدين لمتابعة فروزن، بس منقلهم أنه ما رح يكون بالصالات اللبنانية قبل 19 الشهر. نعم. يعني ما تتحمسوا كتير، في بكل الصالات العربية بعتقد كمان بال 19 الشهر. أوكي، الأسبوع المقبل عن شو رح نحكي؟ The Hobbit بالمبدا. ما رح نحكي كتير هلا، ما رح نعطي تفاصيل، رح نترك كل الحكي للاسبوع المقبل ولقائنا جديد. بدي اتشكر وجودك معنا اليوم بالاستديو لكل هالمعلومات يلي اعطيتنا اياها والحماس اللي حمسنا اياه، بس بدنا نقعد ننطر. مش كتير عم ننطر، 3 ايام هيك شيء. شكرا ادي لوجودك. مشاهدينا نحن وياكم رح نروح على بريك اليني وبنرجع من بعده، خليكم معنا. توماس هورن من الوجوه الشابة الجديدة بهوليوود، بنتعرف عليه أكثر بهالتقرير. ولد الممثل توماس هورن في سان فرانسيسكو عام 90، وانضم إلى قافلة الممثلين الصغار الذين جمعوا ثروة من أول فيلم صوروه. مثل إلى جانب توم هانكس وساندرا بولوك في إكستريملي لاود أند إنكريدبلي كلوز، فانهالت عليه الانتقادات الإيجابية التي ركزت على شفافيته وعاطفته العميقة. I'm a first time actor. That doesn't happen ever practically. So I'm amazingly privileged. And yeah, I always remember that. Oh, isn't he disgusting? Oh my God. It makes you feel like an idiot. And we are idiots compared to Thomas Horn. I could teach him nothing other than how to hold a door open for a woman as she walked by. ظهر هورن مجددا على شاشات السينما في فيلمه الثاني Space Warriors، وعام 2014 عاد في فيلم الدراما Joe's Mountain إلى جانب هيلين هانت. ينتظر هذا الممثل الصغير مستقبل ناجح في عالم الأفلام، لكن توماس يرغب كذلك في استكشاف مجالات أخرى. I don't see myself as making acting the only thing in my life, you know what I mean? Many people have careers that are two or three, four different skills and different tasks in one.
مين من المشاهير من مواليد 16 ديسمبر؟ منقول هابي بيرثداي للممثلة ميراندا أوتو اللي عرفناها من خلال مجموعة من الأفلام بذكر منها War of the Worlds و Flight of the Phoenix يلي بتحتفل اليوم بعيد ميلادها 46. اليوم أيضا هو عيد ميلاد المخرج جيمس مانجولد يلي شاهدنا له هالعام فيلم The Wolverine وبيطفي اليوم شمعته 50. منقول أيضا كل عام وأنت بخير للممثلة النرويجية الشهيرة ليف أولمن يلي ترشحت مرتين لجوائز الأوسكار عام 1973 كأفضل ممثلة عن فيلم The Immigrants وعام 1977 كأفضل ممثلة عن فيلم Face to Face وبتحتفل اليوم بعيد ميلادها 74. مر العديد من النجوم العرب على السجادة الحمراء اللي خصصت لهم بمهرجان دبي السينمائي وبذكر منهم درة التونسية يسرى أحمد بدير ومحمد سعد وغيرهم، فشو قالوا منتبع سوا بهالتقرير. تنظيم هائل جدا وترتيبات محترمة جدا ومش عارف اقول لك ايه، يعني ازاي بهذه البلد الجميل جدا دبي هذا المهرجان الجميل برجاله بكل العاملين فيه، هذا التنظيم المحترم جدا وهذه الفعاليات المحترمة جدا، وارجو له النجاح من كل قلب. تحية ليكم لاخلاصكم وحبكم لبلدكم وانكم بتعملوا اقصى ما تستطيعوا علشان تخدموا هذا الوطن الغالي عليكم والغالي علينا ايضا. الحلو انه في مشاركه كتير افلام عربيه وفي نجوم كتير عرب موجودين. نفسي السنه الجايه اجي الاقي 20 30 فيلم اماراتي كده من اخراج وممثلين اماراتيين، لان انا بعتقد ان المهرجانات مهمتها الاساسيه زي ما هي اطلاع على ثقافات سينمائيه اخرى وعرض منتجك، هي في النهايه برضو طريقه لدعم الصناعه المحليه، الصناعه السينمائيه المحليه. دايما المهرجان يكبر ويبقى من اهم المهرجانات العالميه، هو اوريدي من اهم المهرجانات العربيه، فبتمنى له النجاح دايما واحنا هنا عشان نحتفل كلنا. انا فخوره جدا ان انا اكون من المنطقه واشوف مهرجان بهذه الجوده وهذه الاستمراريه. انا مع الجديد دائما تطور، لان التطور ياتي من الحديث، ما يجيش تطور ابدا. طبعا بيرتكن الى القديم والقديم بيساعده ويدعمه، انما الافكار الجديده والشباب الجديد بيقدم افكار طبعا جديده، واحنا كناس قدام بنتفرج ونتبسط ونساعدهم ونشجعهم. انا جايه it's a kind of gratitude للموقف الاماراتي تجاه مصر، فده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. انا بشكرهم وهم دايما بيدعمونا الحقيقه، هم دايما واقفين جنبنا. انا طبعا واكبت المهرجان من الأول للعاشر، وأنا سعيد مرور 10 سنوات، لأن كل سنة نشوف المهرجان من أفضل إلى أفضل. أنا مبسوط جدا بالتحضيرات اللي حاصلة، وفخور جدا بأنه في دولة عربية زي الإمارات بتنظم هذا المهرجان. شو هو الفيلم يلي شاركت ببطولته الممثلة ساندرا بولوك واللي سجل أعلى الإيرادات، وكم تبلغ ثروة الممثلة اللي جمعتها خلال مسيرتها الفنية؟ منتابع سوا كل التفاصيل. يتفاجأ عشاق السينما عندما يعرفون أيا من أفلام ساندرا بولوك هو الأكثر نجاحا على شباك التذاكر. إنه ليس فيلم التشويق سبيد الذي حصد أكثر من 283 مليون دولار، وليس The Blind Side الذي حصدت عن دورها فيه أوسكار وحقق أكثر من 300 مليون دولار. لا، بل إن الفيلم الأكثر ربحاً الذي صورته بولوك هو الفيلم الكوميدي الرومانسي The Proposal الذي شاركها بطولته رايان رينولدز. حصد الفيلم حوالي 315 مليون دولار ليصبح الفيلم الكوميدي الأكثر ربحاً لعام 2009. صورت ساندرا 34 فيلماً خلال 31 سنة، ولابد من أنها فخورة بالأرباح التي حققتها والتي بلغت 3.7 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أشهر الممثلات في السينما.
بتضم الصفحة الخاصة للنجمة نانسي عجرم على موقع إنستغرام أكثر من 505,000 متابع و834 بوست. أما نانسي فهي بتتبع 26 شخص بهالموقع. واللي بيطلع على صفحة نانسي بيلاقي فيها صور مختلفة ومتنوعة بين الشخصية والفنية، ويمكن لمحبي نانسي أنه يستمتعوا بصورها مع بناتها ميلا وإلا، أو الصور المأخوذة من كواليس حفلاتها ومهرجاناتها الغنائية، بالإضافة لصور خاصة بتجمعها مع زوجها الدكتور فادي هاشم برحلتهم السياحية سوا أو مع الأصدقاء. ومع نانسي عجرم بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بشكر متابعتكم وبشوفكم بكره.